توماس فريدمان في نيويورك تايمز بيقول الخليج لديه ربيع عربي لا يراه الغرب، يقوم على معادلة تجمع ما بين الاستقرار والإصلاح والتقدم. الكاتب الكبير توماس فريدمان بيقول في تفاصيل مقالته حول الأوضاع في المنطقة بعد طبعا مقام بجولة في الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية، وخصص المقالة عن هذا الأسبوع حول رؤية الشعوب الخليجية للربيع العربي، بيقول أنه اكتشف خلال جولته أنه للخليج ربيع عربي خاص به فقط، ولكنه ربيع لا يبحث عن ثورة وإنما يبحث عن تطوير ويبحث عن إصلاح. ووضح الكاتب أسبابه وقال المواطنين في الخليج لا يسعون للإطاحة بالأنظمة الملكية، ولكنهم يتطلعون للمزيد من الإصلاح، ينعكس هذا الإصلاح على تقديم خدمات أفضل من قبل الحكومات في مجالات الاقتصاد، الصحة، التعليم إلى آخره. أستاذ عزة، توماس فريدمان هنا سلط الضوء وركز على الرسالة اللي قرأها الخليج سريعا، وهي ضرورة تنمية المجتمعات، تقديم خدمات أكتر في مجالات مختلفة، والتحرك والنهوض بالمجتمع. هو شايف أنه هناك شرعية مستمدة من قدرة الحكام على تحقيق رغبات الشعوب، وليس الاعتماد في السابق على مثلا اللعب على مشاعر القضية الفلسطينية أو كده. بيرى أنه الشعوب الخليج بتتجه نحو بتريد مزيد من الشفافية، وكما هو بيشير إلى الحالة مثلا في السعودية. السعودية بيرى أنه هناك ثقة في الحاكم، هناك ثقة في الملك عبد الله على سبيل المثال في السعودية، فبتجدي أن هناك انفتاح كبير من الأهالي أو من المواطنين على مخاطبة الحاكم من أجل إصلاح النظام التعليمي والصحي في السعودية على سبيل المثال. وده بيرى أنه تطور إيجابي جدا، أنه لا الشعوب لا تتجه إلى مجرد الثورات، ولكن تتجه إلى التطور والإصلاح من الداخل، نتيجة أيضا لوجود تراكم للثروة بيجنب دول الخليج ما يحدث في مصر وتونس واليمن من انتفاضات شعبية متتالية لا تجد تحقيق على الأرض للعدالة الاجتماعية فيها.